يوم ولد على الرخامة الحمراء ويوم استشهد في المحراب الأحمر. أليس هو من قاتل طوائف الجان؟ أليس من هو خاطب الثعبان بقلب غير هائف؟ أليس هو من رقى على كتف الرسول وحاز أعلى المراتب؟ أليس هو من ردت له الشمس مرتين بعدما بدت الكواكب؟ أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد، صلوات ربي عليك ورسوله عليه طالب، صلوات ربي عليه صلي وسلم عليه، صلوات ربي عليه. فصل الأحزاب وسل خيبر، من دمر فيها الشرك ومن شاد الإسلام ومن عمر؟ ما دفع قياد الإسلام من سيف أبو حسين؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، وقد مضى من الليل السنة وإذا بفاطمة قد أتاها أمر الله تعالى، وقد أتاها المخاض وأتاها ما يأتي النساء عند الولادة. قال أبو الطالب: فقرأت عليها الأسماء التي في النجاة، فسكن عنها بإذن الله تعالى، فقلت لها: لم لا أتيك بنسوى من قومك وبنات عمك ليعينوك على ملكك؟ قالت: ويلك، أرسلت إلى نساء بني هاشم. فلما حضرت النسوى سمعوا هاتفا من وراء البيت وهو يقول: وعنها فإنه مولوه الظاهر. أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد، صلوات ربي عليك وصلي وسلم عليه، صلوات ربي عليك عليه ابن أبي طالب، صلوات ربي عليه صلى الله عليه عنها فإنه مولود ظاهر، لا تمسه إلا يبقى إلا. فلم يستتر كلام الآهف إلا وقد أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله ورد النسوى عنها، فخرجنا من البيت وخرجت من بيتها وقصدت البيت الحرام وقفت بإزائه، وقد أزعج الطير رمقت بطرفها نحو السماء، قالت: يا رب، إني آمو من أبك وبكل كتاب أنزلته ورسول أرسلته وبكل ما جاء به رسولك محمد صلى الله عليه وسلم.
الجنين الذي آنسني بتسبيحه وتهليله وتكبيره وإني موقن بأنه ولي من أوليائك إلا يسرت ولادتي ثم قالت أسألوك يا رب يا رحمن ترحمني يا كاشف الضر والبأس والمحن يا خالق الخلق يا العباد ويا ذي الجود والفضل والإحسان والمنن لما فرغ الهاتف حتى انشق البيت الحرام أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد صلوات وسلام عليه السلام في جوف الكعبة غابت عن الأوصاف انسد الموضع الذي سجها جبرائيل منه كما كان أولا بإذن الله تعالى قال أبو طالب أشخصنا عليها من تلك الحالة أردنا أن نفتح الباب لم ينفتح الباب وإلا أن هذا العام من قبل الله تعالى رجعنا إلى منازلنا قالت فاطمة لما دخلت الكعبة شرفها الله تعالى كشف الله عن حصني رأيت جبرائيل قد هبط عندي في جوف الكعبة ومعه خوف من الملائكة ضرب على الكعبة الفاسد وانفع لم النور ما بين السماء والأرض ثم صعد إلى السماء ومعه ميكائيل وكثير من الملائكة طافوا بالبيت الحرام ثم أمبلوا علي ومعهم ولدي محمد يطيرون كالبدر الصافي في أوصافهم وهم عن يميني وشمالي سمعت جبرائيل عليه السلام يقول يا محمد ربك يقرئك السلام يحثك بالتحية والإكرام يقول لك استقبل عليا عند خروجه من بطن أمه قالت فاطمة ثم جلس النبي محمد جاوبت الولادة وقوف الصلاة صلى الله عليه وآله قالت فاطمة ثم جلس النبي صلى الله